ماذا حدث للانتخابات التشريعية؟ عندنا مجموعة معلومات. المعلومة الأولى بتقول أن التعديلات على قانوني تقسيم الدوائر ومجلس النواب ستنتهي منهما اللجنة وفقا طبعا لملاحظات المحكمة الدستورية، ستنتهي منهما اللجنة نهاية هذا الأسبوع. ودي تصريحات خاصة للمستشار إبراهيم الهنيدي، صرحها لنا وزير العدالة الانتقالية طبعا ورئيس لجنة التعديل. اللجنة فور الانتهاء من هذه التعديلات هتقوم بعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها وإرسالها لقسم التشريع مجلس الوزراء ثم إصدارها من السيد رئيس الجمهورية. احنا هنا ملتزمين أو اللجنة ملتزمة بالتعديلات التي أوضحتها المحكمة الدستورية في حكمها بعدم الدستورية، سواء بالنسبة لتقسيم الدوائر أو لقانون مجلس النواب. بعدها بعد إصدار هذا القانون على طول تبتدي اللجنة العليا للانتخابات تحدد موعدها. ده شق. على الجانب الآخر الأحزاب اجتمعت والقوى السياسية ورفضت، الأحزاب بقى بتطالب على الجانب الآخر بتعديل كامل للقوانين وبتعديل كامل لقانون تقسيم الدوائر وتعديل كامل لقانون مجلس النواب، مش فقط التعديلات اللي طالبت بها المحكمة الدستورية. واجتمعت هذه الأحزاب والقوى السياسية ورفضت أن تقدم تعديلاتها أو مقترحاتها للجنة تعديل القوانين، لأنها قالت اللجنة دي أخلت بدورها، واللجنة دي الحقيقة انتهى الأمر بها إلى عدم دستورية القوانين وإضاعة كثير من الوقت. على الجانب الآخر اللجنة الأحزاب دي كانت مدعوة للقاء مع السيد رئيس الوزراء بعد عودته من مؤتمر الكوميسا في أديس أبابا، لكن هذه الأحزاب قالت إنها تريد أولا أن تعرف من يدير الحوار وبرنامجه وضوابطه، أن تتلقى دعوات رسمية من رئاسة الوزراء يكون فيها جدول الأعمال، وأن يشمل الاجتماع ضوابط صحة العملية الانتخابية. بعض الأحزاب اقترحت أن يشمل الحوار تعديل قانون التظاهر والإفراج عن الشباب المعتقلين. في لسه خلاف بين الأحزاب أو الشباب المحبوسين على ذمة قضايا. في لسه أحزاب بتتكلم على مقترحات مختلفة، 40 للفردي 20 ومثلها للقوائم و20 للفئات المجتمعية، 50 و50. يعني بالنسبة للأحزاب احنا رجعنا للدروينج تيبل مرة أخرى، وعايزين ان احنا نفتح الموضوع من أول وجديد ونغير موضوع انه القوائم قد ايه والفردي قد ايه. لجنة تعديل القوانين مش شغالة على هذه الاقتراحات، ولكن شغالة على اقتراحات المحكمة الدستورية. في هذا الاجتماع غاب حزبين، غاب المصريين الأحرار وغاب أيضا حزب النور. حزب النور لأنه قدم مقترحاته، لكن المصريين الأحرار كان له سبب في هذا الغياب. خلونا نسمع هذا السبب من شهاب وجيه المتحدث باسم المصريين الأحرار. مساء الخير يا شهاب. مساء النور يا أستاذ لميس. لماذا غاب المصريين الأحرار عن هذا الاجتماع للأحزاب والقوى السياسية؟ لا، في الواقع في سببين لغياب المصريين الأحرار. السبب الأول متعلق بطبيعة الاجتماع نفسه، وفكرة إن الأحزاب قاعدة تتفق مع بعضها علشان خاطر تقابل بعد كده اللجنة بوجهة نظر محددة، وكأن اللجنة ديت لجنة من بره مصر يعني، أو كأن لو الأحزاب ديت كلها اتفقت على حاجة فمن حقها إن هي تفرضها على اللجنة. في الواقع ده مش كلام واقعي، لأن في أصحاب مصالح كتير جدا في الانتخابات غير الأحزاب، منهم عدد كبير جدا من المستقلين هم أصحاب مصالح. وفكرة ان الاحزاب لو اجتمعت على حاجة يجب ان هي تفرض هي فكرة مش منضبطة. فده كان اول سبب لغيابنا. ثاني سبب لغيابنا في الواقع هو الفكرة المتعلقة بان حزب مصر القوية لازم يكون موجود في مثل هذا الاجتماع، وعدد من الكيانات السياسية. نقف هنا معلش يا شهاب. حزب مصر القوية كان حاضر في هذا الاجتماع؟ مظبوط، حزب مصر القوية حاضر الاجتماع دوت. من وجهة نظر حزب المصريين الاحرار، حزب مصر القوية حزب يعني لا نرى ان هو يعمل لصالح الدولة المصرية. في كثير من المواقف بتاعته هي موضع علامات استفهام بالنسبه لنا، هي مواقف احنا مش قادرين ان احنا نفهمها. وفي الواقع يعني ما كانش غريب بعد كده ان مثل هذا الاجتماع يخرج بنتائج، يعني خلينا نقول ان هي غريبه. انا متحفظ على عدد كبير قوي من القوانين، لكن فكره ان انا اشترط تعديل كل القوانين علشان خاطر اقعد في اجتماع علشان اكمل الانتخابات، وان انا اعطل العمليه الانتخابيه كلها علشان خاطر انا متحفظ على شويه قوانين لو بقى عندي برلمان ممكن ان انا اعدلها من خلاله، فده كلام احنا مش شايفينه عملي ومش شايفينه واقعي. هل هو مش حزب مصر القويه ده
مقاطع الانتخابات اساسا وشايف انها ان احنا في عمليه انقلابيه يا استاذه لمي، في عدد من الاحزاب اللي موجوده غير مشاركه في الانتخابات من الاساس وملهاش مرشحين، لكن سمعوا ان يعني في قاعده وهتطلع بتوصيات والتوصيات هتطلع في التلفزيون وكده، فحبوا ان هم يكونوا موجودين في الاجتماع. استاذ لميس، الامر بالنسبه لنا شديد الوضوح، الامر بالنسبه لنا في عمليه انتخابيه بتتمم خارطه المستقبل. مطلوب ان العمليه دي تتم علشان خاطر نكون امام نظام سياسي مكتمل ونظام سياسي مستقر. اذا في قانون انتخابات معين تم وضعه، لينا عليه تحفظات، لينا عليه وجهات نظر، المهم ان هو اتعرض على المحكمه الدستوريه والمحكمه الدستوريه ابدت نقاط ضعف معينه في القانون ده. النهارده هدفنا ان احنا نصلح نقاط الضعف ديت، نذهب للعمليه الانتخابيه باسرع ما يمكن، يكون عندنا برلمان شرعي منتخب، ونقعد بقى الكيانات الجاده اللي يهمها مصلحه الدوله المصريه اللي شاركت وكسبت ثقه المصريين يقعدوا جوه البرلمان دوت ويتناقشوا في كل القوانين ويطوروا كل النظم ويبقى امام عمليه ديمقراطيه طبيعيه. لكن فكره ان كل شويه تحصل دعوه ويجتمع 500 شخص وكل شخص منهم يقول انا بمثل الكيان الفلاني وفي الواقع ما تمش اختبار ودنهم النسبي الحقيقي على الشارع، دي فكره ما بقتش مقبوله، ودي فكره بقى فيها ضحك على دقون المصريين، ما بقتش مقبوله بالمره يعني. بشكرك شهاب وجيه، متحدث باسم المصريين الأحرار. لهذا غاب المصريين الأحرار عن هذا الاجتماع، والحقيقة أنا عندي علامة استفهام بوجهها لكل الأحزاب. صحيح إحنا ممكن نقبل الرأي والرأي الآخر، والأحزاب تبقى من المعارضة ومن الموالاة وكل شيء، ما عندناش أي مشاكل، لكن حزب مصر القوية بالذات، هذا حزب رفض الانتخابات، قال انها عملية انقلابية، قال لك ان مصر مقبلة على ثورة ثالثة، بيتكلم على ان احنا اساسا مش في عملية سياسية، فايه الهدف من وجوده في اجتماع لاحزاب تريد ان تذهب وتستكمل العملية السياسية؟ يعني هي اجتماع هذه الاحزاب لاستكمال العملية السياسية ام لايقاف العملية السياسية؟ ده سؤال. السؤال التاني، يعني حزب مصر القوية بجد، انا بسأل كل المجتمعين، حزب مصر القوية مش انت شايف اولا هو 8 تنفار او 9 بالدكتور ابو الفتوح، مع احترامنا الشديد ليه ومعزتنا ليه يعني، لكن الحقيقه يعني هو مش شايف ان ده انقلاب؟ هو مش شايف ان دول عسكر؟ هو مش شايف ان احنا مقبلين على ثوره ثالثه؟ هو مش شايف انه لا عمليه سياسيه وانه ان احنا في جريمه قمع وانه قمعنا رابعه والكلام ده كله؟ مش فاهمه، طب انت قاعد معانا ليه؟ دي ناس رايحه الانتخابات، دي ناس رايحة بتستكمل خريطة الطريق، دي ناس شايفة انها ثورة مش انقلاب، دي ناس شايفة ان السكة معاها حتى لو فيها عقبات فهي مكملة في الطريق، انتوا جايين معنا ليه؟ ده سؤال الحقيقة بنحب نطرحه فوق الثلاث اسئلة الاخرى. اخر خبر عندنا قبل ما ننتقل ونشوف بقى الشباب وافلامهم التسجيليه اللي اكيد هتطلع جميله، الحقيقه انه مجلس حقوق الانسان قام بزياره الى عدد من السجون النهارده، ومنها زياره سجن ابو زعبل. مجلس حقوق الانسان دايما بيزور السجون، الحقيقه بقى له عده اشهر ما قامش بهذه الزيارات، لكن كان في زياره النهارده من استاذ صلاح سلام، من عدد من المشاركين، اعتقد جورج اسحاق، محمد عبد القدوس، راجي عمران، قاموا بعدد من الزيارات، ومن الواضح انه يعني تعليقاتهم على زياره السجون النهارده ما كانتش جيده. احنا الحقيقه سمعنا عده مرات تعليقات ايجابيه عن زيارات السجون في الفترات الاخيره، لكن المره دي يعني ما سمعناه لم يكن او ما قراناه من تصريحاته، عشان كده هنحاول ان احنا نستوضح هذا الامر. استاذ جورج اسحاق، عضو مجلس القومي لحقوق الانسان واحد يعني اعضاء الوفد اللي زار سجن ابو زعبل النهارده. استاذ جورج مساء الخير. اهلا استاذ لميس، ازي حضرتك؟ فندم اشرح لنا ايه مشاهداتكم النهارده على زياره ابو زعبل. احنا طموحاتنا في رعاية المسجونين والسجناء طموحات غير محدودة. طبعا. فالنهاردة انت شايفة على الفيسبوك وعلى البلاغات للنائب العام وعلى الدنيا كلها ان هناك تعذيب وان هناك ناس، فاحنا رحنا نتحقق من الامر. نحن نريد ان نستوضح الامر للرأي العام. نعم. فاحنا التقينا باحمد زيادة اللي هو قال انه تعذب وكده وضرب وحاجات كده، وقعدنا مع اربعة اخرين وسمعنا منهم، انهم يعني كان معانا الدكتور صلاح سلام وهو طبيب ومعاه طبيب السجن، وخده في اوضه مجاوره وشاف اثار الضرب على ظهره. لقى فعلا اثار للضرب على ظهره. طبعا. فاحنا دورنا ان احنا نرصد هذا ونبلغه للمسؤولين. طبعا. الحاجه الثانيه انه التاديب شديد القسوه جدا، يعني المخالفين بيتادبوا
يعني التأديب موجود في لائحة السجون، ولكن التأديب بالشكل اللي احنا حكوه الولاد كان شديد القسوة، انك انت تقعدي في أوضة 50 في 150، مش انت يعني. الحاجة الثانية انه وجبة طول النهار فقط، انه ما فيش خروج لقضاء الحاجة، انه الاكل رديء جدا، ان المية مش كويسة. احنا هدفنا ان احنا نقول هذه الحقيقة. طبعا طبعا. انا عايز اقول انه وده دوركو يا دكتور، وده دوركو طبعا دوركو يا استاذ جورج. طبعا مش هخبي حاجة، وانا قلت لهم كده، انا قلت لهم واحنا في الزيارة قلت لهم احنا هقول كل اللي شفته بامانة شديدة. طبعا. حاجة تانية ان الولاد كانوا في حالة ذعر وخوف شديدة جدا، فلما قلنا لاحمد ليه انت ما قلتش انك انت اتضربت وكده لما جالك الطبيب؟ قال لي خفت. فاحنا السيد رئيس مباحث السجون وعدنا ان هو الولاد اللي ادلوا بهذه الشهادات لن يقتربوا منهم، واحنا يعني مصدقين هذا الوعد، واعتقد ان الشهاده كانت قويه جدا ووضحت للناس ماذا حدث في سجن ابو زهر. طيب منتهى الامانه والوضوح. نعم. بيبقى التحرك اللي بعد كده ايه يا استاذ جورج؟ التحرك ان احنا هنكتب، احنا عملنا تقرير مبدئي، احنا عندنا اجتماع في المجلس القومي لحقوق الانسان يوم الاربعاء، هنعرض على اعضاء المجلس، واعضاء المجلس لان ده عمل جماعي مش عمل فردي، ياخدوا القرار اللي هم يروه مناسبا للرد على. بيكون ايه القرار ده مثلا؟ القرار ان احنا بنبلغ ده يا اما نعمل بلاغات للنائب العام، يا اما نوديه لوزير الداخليه، وانا اتمنى ان الرئيس يكون سامع هذا الكلام، لانه فعلا يا استاذه لميس احنا شفنا اولاد 21 سنه و19 سنه ومستقبلهم الدراسي وهم لم يرتكبوا عنفا، يعني كل الحاجات دي ضروري تراعى باسرع ما يمكن. طبعا لان اللي شفناه النهارده، انا اللي شفته النهارده اثر فيها تاثيرا بالغا، بغض النظر بقى يا استاذه لميس عن انتماء واستياس، انا ماليش دعوه، انا بتكلم على انه بني ادم. فالولاد الصغيرين دول في حاله يرسلها، ولد مثلا من كان طالب في كليه الهندسه رايح من شارع لشارع فطلع ميكروباص، فطلع واحد مخبر كان هو في التعليم الازهري الثانوي، فنزله وقبضوا عليه وبقاله سنه وست اشهر وهو. كل هذه الحالات يجب ان تنظر بعنايه، ضروري هؤلاء الشباب اللي احنا بنعدهم للمستقبل ان ما يطلعش هو مقروع مجروح وعنده ضغينه وعنده كراهيه، دي مساله ضروري تراعى. هل في قائمه باسماء هؤلاء الشباب يا استاذ جورج؟ طبعا احنا بعتنا 600 اسم، احنا بعتنا 600 اسم. انا عايز اقول لحضرتك كمان في حاجه قضيه مهمه جدا اثرناها، الحبس الاحتياطي. مفيش حبس احتياطي سنه ونص، ما ينفعش، يعني ده ضروري كل المسائل دي تراعى لتنقيه الاجواء. صحيح. ده ضروري يحصل. صحيح. بشكرك استاذ جورج اسحاق. عضو مجلس حقوق الانسان، احد اعضاء الوفد اللي زار سجن ابو زعبل النهارده. وفي هذا لازم نقول نقطه تاني، بنطالب بتنقيه مراجعه بالذات قوائم الشباب تاني، من لم يثبت عليه جرم، من لم يثبت عليه تهمة، الحبس الاحتياطي اللي بلا طائل ده في النهاية بينتهي عندنا شباب بيخرج غاضب، بيخرج حانق، بيخرج يريد أن يعني أن هو يفجر هذا المجتمع. ليه؟ لازم يحصل تصفية سريعة لهؤلاء. أنا عارفة أن كان في قوائم، بالفعل النائب العام بيصفي قوائم في 120 في 44، مش كفاية، لازم نشوف القائمة 600 اسم اللي قدمها المجلس القومي لحقوق الإنسان دي ونشوف. وأنا هنا بتكلم على من لم يثبت عليه جريمة، مش بتكلم على من ارتكبوا جريمة سواء مثلا تفجير، تفخيخ، اعتداء، من لم يثبت عليه جريمة. ده جزء. الجزء الثاني هذه الشهادات اللي هيكتب مجلس قومي لحقوق الإنسان بيها تقرير، أتمنى أن يطلع عليها السيد وزير الداخلية، وزي ما شكرته في بداية هذه الحلقة على الوضع الأمني بتوجه إليه أيضا بهذه الشكوى اللي من مجلس قومي لحقوق الإنسان، وهذا التقرير أن ينظر إليه. وأنا متأكدة أنه لا يرضيه على الإطلاق ولا يرضي القائمين على السجون، مصلحة السجون، أن يكون هناك من يعذب داخل سجن مصري. السجن ده للتأديب، السجن ده طبعا له قواعد معينة في العالم كله، ولكن ليس للتعذيب. واحنا عايزين نراعي هذه القواعد، عايزين ما يكونش فيها انفلات، وانا يعني متأكدة ان احنا ما بقاش في عندنا رغبة في هذا الانفلات. فنرجو من السيد وزير الداخلية ان يراجع هذا الامر، يراجع هذا التقرير بنفسه، ارجو ان هو يراجعه بنفسه علشان يشوف هذا الامر. طيب
معي على الهاتف سيادة اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان. سيادة اللواء مساء الخير. مساء النور أستاذ الأمير. أكيد حضرتك سمعت ما قاله الأستاذ جورج إسحاق من زيارتهم لسجن أبو زعبل. لا والله أنا معلش أنا آسف ما سمعتش. طيب. بس أنا يعني عرفت اللي قالوه واخد بال حضرتك وانا تحت امرك اتفضلي. لا سؤالنا بس، هم عندهم مجموعه من المشاهدات، واحده ان في اثار ضرب على ظهر احد الشباب اللي بيتكلم عن التعذيب، اثنين وكان في طبيب معاهم بيتابع هذا الامر، اثنين انه في تضييق، في ناس قاعده في غرف ضيقه، في ناس ما بيقدروش يخرجوا لقضاء الحاجه، في ترهيب، ويعني في يعني في اشياء غير ادميه يعني في هذا السجن زي ما قال الاستاذ جورج اسحاق من مشاهدتهم، وهم هيكتبوا تقرير، فرايكم ايه؟ مع احترامي وتقديري للاستاذ جورج اسحاق واللي قاله الاستاذ جورج اسحاق، اولا الزياره ديت جت بناء على طلب من مجلس القومي لحقوق الانسان بعد ما نشر في بعض الصحف خلال الايام الماضيه على لسان اهالي بعض المسجونين بان اولادهم بيتعرضوا للتعذيب في سجن ابو زعبل 2، انطلاقا من الشفافيه في التعامل مع المجلس القومي لحقوق الانسان والصراحه، السيد الوزير وافق على زياره هذه اللجنه للسجن. اللجنه التقت بعدد من المسجونين على سبيل التحديد. المسجونين دولت احدهم قال ان هو تعرض للتعذيب، الضباط سالوه ما هو نوع التعذيب؟ قال لهم اتضربت، قالوا اتضربت من مين؟ قال لهم من عسكري. طب مين هو العسكري؟ طب في اثار ضرب؟ قال لهم في اثار ضرب على ظهري. كان في الدكتور صلاح سلام من مجلس القومي لحقوق الانسان كشف، قال العلامه الحمراء ديت اثار ضرب من خرزانه. كان معاه طبيب من السجن، طبيب تخصص تجميل، قال ده اثر قديم لوحنا. مفيش واحد منهم، وانا بؤكد لحضرتك الكلام ده، والكلام ده على مسؤوليتي الشخصيه، لا دول ولا غيرهم. هؤلاء المسجونين بقى لهم شهور عديده داخل السجن. لم يتعرض منهم احد الى سوء معامله او تعذيب كما يدعي. التعذيب جريمه يا استاذ لميس تستوجب الاحاله الى محكمه الجنايات. التعذيب كما نص القانون كما نص الدستور في الماده 52 ان التعذيب بكافه صوره واشكاله جريمه وهي لا تسقط بالتقادم. المسجونين بيتلقوا معامله انسانيه ومعامله ادميه. السجون ليست اماكن منعزله او اماكن مغلقه، السجون تخضع للتفتيش من النيابه العامه وهي السلطه المختصه الوحيده بزياره السجون في اوقات مختلفه، وتقوم بالمرور على السجون من آن لآخر، تلتقي بالمساجين، تجوب كافة أرجاء السجن، تلتقي بهم. لم يتقدم منهم أحد ثمة شكوى إلى أعضاء النيابة. أي مسجون، وإحنا قلنا الكلام ده، يتعرض لأي نوع من أنواع إساءة المعاملة يتقدم بشكوى فورا إلى النيابة العامة. طيب النيابة العامة ليه يا فندم هم يعني لماذا إذا خرج هذا التقرير من المجلس أو هذه المشاهدات؟ هذا التقرير من مجلس قومي لحقوق الإنسان رغم أن هو في زيارات سابقة، بس خلينا نكمل، في زيارات سابقة كانوا بيقولوا كلام جيد جدا عن السجون، دي أول مرة من فترة طويلة الحقيقة نسمع هذه التعليقات وهذه الشهادات. والله يا فندم يعني هو اللي كان بيزور النهاردة الأستاذ جورج إسحاق، أستاذ راجي عمران، أستاذ محمد عبد القدوس، دكتور صلاح سلام، يعني النهاردة هذه الزيارة يعني كان فيها يعني تشخيص للأمور. الكلام اللي قالوه وأنا أؤكد لحضرتك والكلام على مسؤوليتي، لا يوجد تعذيب داخل السجون نهائيا، لا يوجد إساءة معاملة. لجنة تفصيل الحقائق اللي هي كانت مشكلة من السيد رئيس الجمهورية السابق لتفصيل الحقائق في أحداث 30 يونيو جابت عدد كبير جدا من السجون وزارت عدد كبير جدا من السجون، وذكرت في تقريرها الرسمي انه لا يوجد ثمة تعذيب. ده صحيح، لكن احنا بنتكلم على واقعة النهاردة، ما عشان كده انا برضو بسأل ازاي ليه هم دايما شهاداتهم كانت جيدة جدا على السجون في الفترة الاخيرة، المرة دي اول مرة نسمع هذه الشهادات من فترة طويلة جدا. يعني الكلام اللي اتقال واخد بال حضرتك انا بنفيه، والتقرير بتاعهم اللي طلعوه بيننا وبينه النيابه العامه. وهناك النيابه العامه والطب الشرعي، والطب الشرعي يوقع على الكشف على اي مسجون بالظبط لا تستر على تجاوز ولا تستر على اخطاء احد ولا تجاوز على تصرفات سلبيه لضابط. سياسه الوزاره النهارده وتوجهات السيد الوزير احترام كرامة الإنسان سواء كان حرا أو مقيد الحرية. بشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لشؤون حقوق الإنسان.
برضو برجو بطلب من السيد وزير الداخلية أن يعني هو نفسه يبص على هذا التقرير مجلس قومي لحقوق الإنسان، ويبقى فيه فيصل بقى، يبقى فيه طب شرعي، يبقى فيه يعني فيصل بين الجانبين. الداخلية بتنفي، مجلس قومي لحقوق الإنسان بيقول لا، كان فيه يعني تأديب زيادة، كان فيه آثار تعذيب، بيقول إنه عنده التقرير اللي أنتوا سمعتوه، وبالتالي ما بين الأمرين. أتمنى السيد وزير الداخلية يبص على هذا الأمر علشان يعني لا يتطور أكثر من ذلك، وهنشوف بقى ماذا سيفعل مجلس قومي لحقوق الإنسان، هل هيروح للنيابة ولا هيقدم تقريره للداخلية وخلاص. سنرى يعني ماذا سيحدث. أشكركم، نخرج فاصل بقى، وبعد الفاصل دي كانت فقرة الأخبار وأسئلتنا الكثيرة. بعد الفاصل هنشوف هذا التقرير أولا عن وسط الزحام. لو فاكرين كان عندنا فقرة كده عن ناس بتطلع وسط الزحام بتحلم أحلام وتنفذ أشياء. النهاردة مصنع الكراسي، خلونا نشوف هذا الشاب ومصنع الكراسي وسط الزحام، ثم نستقبل مجموعة من الشباب ومجموعة من الأفلام التسجيلية ومصر دوت بكرة. بوجه بشوش وبملامح مقبلة على الحياة، يقاوم طارق قسوة العيش الذي أجبره على العمل وسط القبور وبين أرواح الموتى بمقابر الغفير. ينتج كراسي خشبية مطعمة بورق البردي تحمل طابعا مصريا احتفظ فيه طارق لنفسه ببراءة الاختراع. بدأت المهنة ديت من يجي أكتر من 22 سنة. القش البرد دوت صناعة من قدماء المصريين، يعني قديم. الشغل الأساسي بتاع الكافيهات بصنع لهم كنبة، بصنع لهم كرسي بمخادع فوتيه، والحمد لله يعني جالي عميل خد مني شغل وطلعوا معرض في فرنسا، والحمد لله شغلنا قبل في فرنسا الحمد لله. يعني بالنسبة للخوف والكلام دوت، بالنسبة للي بيقولوا جان وعفاريت، أنا شخصياً أنا طول العشرين سنة دول أو أكتر من عشرين سنة، أنا شخصياً أنا مشوفتش حاجة في القرف. استغلال ورق البردي في الصناعة مهنة هجرها كثيرون، لكن طارق العاشق لمهنته رفض الاستسلام وقرر أن يورثها لابنه محمد للحفاظ على لقمة عيش الأسرة وعلى حرفتها المتوارثة. بعمل كراسي ساعات، وبعمل وبجمع شغل، وساعات بقللهم القش وكده. نفسي اطلع زي بابا صناعي شاطر. انا ان شاء الله باذن الله انا احافظ على المهنه ديت واورثها لابني. الصناعه اليدويه دي فاتحه بيوت كتير في مصر، وغير كده كمان بتنافس الاسواق العالميه كمان. في ورشه صغيره عنوانها الشارع، كراسي وسلال ومنتجات تخطف الانظار في المقاهي والقرى السياحيه الكبرى، لكن لا احد يعلم ان مبدعيها يعملون هنا في صمت وسط القبور. فلا مستحيل عند اهل العزيمه حتى لو كانوا يعيشون بين ثنايا الاموات. إسرين فؤاد، هنا العاصمه.